شفت اليوم اللقاء التواصلي بين المنتخبين ديال حزب الأصالة والمعاصرة هنا بالمحمدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن هذا اللقاء التواصلي مع الأمين الجهوي ديال حزب الأصالة والمعاصرة السي صلاح الدين أبو الغالي، وكذلك المنتخبين ديال الجماعات الستة التابعة لعمالة المحمدية، منتخبين ومنتخبات وبعض المناضلين وبعض الرؤساء الغرف، كان في المستوى وكان لقاء صريح، وكان طرحت فيه عدد من الأمور الأساسية. كتهم النقطة الأولى التنظيم والهياكل وإعادة الهيكلة ديال الأمانة الإقليمية والأمانات المحلية ديال هاد الجماعات، وكذلك كان فيه طرح مجموعة من القضايا التي تهم الساكنة ديال عمالة المحمدية سواء البلديات أو الجماعات القروية، وكان واحد التجاوب ما بين السيد الأمين الجهوي ورئيس المجلس الجهوي ولا الأخت عضوة المكتب السياسي الصدارة الأزامي، ودرسنا مجموعة من النقاط ودرنا تقريبا بحال شبه خريطة ديال الطريق على أساس أنه تبدأ واحد الاشتغال جديد، لأنه هذه المرحلة الانتقالية هي مرحلة أساسية ومرحلة مهمة، خاصنا نديروا واحد إعادة بناء الحزب بعملة المحمدية نظرا لما يزخر به من كفاءات ومنطقات، وكذلك حتى الموقع اللي كيحتلو. أعتقد أنه من أصل 150 ولا 150 عضو كين في المنتخب العملة ديال المحمدية، أعتقد بأن الحزب الأصل المعاصر كيحتر الصف الأول، دونك هذا دليل على مؤشر على أنه حزب الأصل المعاصر يساهم في التسيير ديال هاد الجماعات الترابية، والشيء اللي كيجعلو كيكون قريب من المواطنين وقريب من البرامج ديالو، قريب كذلك من انتظارات وحاجيات ديال المواطنين. ولعله بأنه أعطانا واحد السيد مسؤول في منتخب ديالنا كاتب المجلس المحمدي وقال لك حجم الاستثمارات اللي بلغ 90 مليار، هذا رقم مهم جدا لأنه كيبين المجهود اللي تبدلات وبدلوا المجلس ديال البلدية المحمدية من أجل التجهيزات الأساسية من لي رونبوان من لي جاردان من هذه المسائل، وكذلك التنشيط الثقافي والرياضي، بالإضافة إلى العامل الأساسي ولا الرهان الأول اللي لعبته المحمدية هو الدبلوماسية الخارجية، وهذا مهم جدا لأنهم داروا واحد العدد ديال الاتفاقيات مع مدن صديقة وشقيقة من مختلف دول العالم، وهذا كي 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 من خلاله كان كيبان لنا بان المحمديه تفعل جيدا مقتضيات دستور فاتح يلوز 2011. اذا كلمه من بريجة للمنتخبين. المنتخبين لا بد بس كيزيدوا يستمروا في العمل ديالهم، يزيدوا يستمروا في البرامج ديالهم، يزيدوا يطوروا الاداء الجماعي، لان الجماعه هي الخليه الاساسيه لكل التنميه، ولان الجماعه هي المحور والجماعه هي الرهان الاساسي. اللي بغيتي توصل مجموعه من المسؤوليات الكبرى لابد ان تمر عن طريق الجماعات المحليه. شكرا على كلمتك.